أجواء حارة بشكل عام في معظم مناطق المملكة، شديدة الحرارة في المناطق الشمالية الشرقية، وحالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الغربية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم. أجواء حارة بشكل عام في معظم مناطق المملكة، شديدة الحرارة في المناطق الشمالية الشرقية، وحالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الغربية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 42 والصغرى 30، المناطق الغربية معدل العظمى بحدود 38 إلى 40 ومعدل الصغرى 32. أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية من المطر. المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 24-16. الرياض شديدة الحرارة 47 إلى 36. المناطق الشمالية الشرقية أجواء شديدة الحرارة ومغبرة 45 إلى 33، وأيضا الدمام 43 إلى 34 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا المناطق الشمالية الغربية 42-29. المناطق الغربية حالة من عدم الاستقرار الجوي، أجواء غائمة جزئية مع سقوط زخات رعدية من المطر في المناطق الغربية بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذه الأمطار رعدية وتكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، أحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى جريان السيول. العظمى المتوقعة بحدود 38 إلى 32. والمناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع زخات رعدية من المطر 24-17. الرياض أجواء حارة 46-36. والمناطق الشمالية الشرقية 44-32. ومنطقة الشرقية والدمام بحدود 43 إلى 34 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية الغربية 41-29. المنطقة الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية أحيانا، معدل العظمى ما بين 37 إلى 39 والصغرى بحدود 31. المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع زخات رعدية من المطر أحيانا 24-16. والرياض أجواء حارة 46 إلى 35. المنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة ومغبرة 44 إلى 32. ومنطقة الدمام أيضا 44 إلى 36 درجة مئوية مع أجواء مغبرة أحيانا. أيضا يوم الأربعاء استمرار الأجواء الحارة 41-29. المناطق الشمالية الغربية، المناطق الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر، والمنطقة الغربية ما بين 37-39 العظمى والصغرى بحدود 31. المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية 24-16. والرياض أجواء حارة 46-34. ومنطقة المناطق الشمالية الشرقية 44-31. ومنطقة الدمام والمنطقة الشرقية أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط بعض الأمطار أحيانا 44 إلى 34. والمنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة ومغبرة أحيانا. يوم الخميس أيضا استمرار الأجواء الحارة، المنطقة الشمالية الغربية 41-28. المناطق الغربية أجواء غائمة جزئيا وحارة، فرصة لسقوط زخات رعدية من مطر 37-31. المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 22-16. الرياض أجواء حارة 45-33. المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة ومغبرة 42-30. ومنطقة الدمام أجواء غائمة جزئيا وحارة، والعظمى 41 والصغرى 34 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الحارة، المناطق الشمالية الغربية 40-27. المناطق الغربية 37-39 واحد العظمى والصغرى 31 درجة، مع ظهور الغيوم الركامية أحيانا. وأيضا
بعض الفرص لسقوط أمطار متفرقة. المناطق الجنوبية الشرقية زخات رعدية من المطر 25-17، الرياض 45-33، المناطق الشمالية الشرقية والشرقية أجواء حارة، الشمالية الشرقية العظمى 41 والصغرى 28، ومنطقة الدمام والمنطقة الشرقية بحدود 42-33 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله.